يسأل أيضا يا شيخ عن صرف الزكاة في بناء المساجد، ينطبق عليه هذه الآية في شأن أهل الزكاة وفي سبيل الله؟ لا، المساجد لا تصرف فيها الزكاة، وإنما تصرف فيها التبرعات. وأما الزكاة فهي للمصارف الثمانية المذكورة في الآية، والمراد بسبيل الله الجهاد، الغزاة الذين لا ديوان لهم ولا رواتب لهم، هؤلاء هذا في سبيل الله. والسلاح في سبيل الله، السلاح الذي يشترى للجهاد، هذا الذي في سبيل الله. أما أعمال الخير وبناء المساجد والمدارس فهذه من الصدقات والتبرعات. نعم.